مرحبا، وياكم سلام أحمد صاحب مشروع إنكي. المشروع هو بالحقيقة براند إنكي مختص بملابس البيت والملابس الداخلية، متوزع حاليا. طبعا احنا بدينا كمبيعات أونلاين فقط، وحاليا أونلاين زائد نجهز مجموعة كبيرة من المجمعات بغداد والمحافظات الشمالية والجنوبية. طبعا المشروع بدأ كأونلاين فقط، البداية كانت بسنة 2017. طبعا لقينا هواية صعوبات، والحمد لله وصلنا مرحلة جيدة هسه. احنا فخورين انه نكون من البراندات اللي هي اهم شيء عندنا الكواليتي مال المنتج. دائما لازم يكون مريح، لازم الموديل يكون مريح باللبس، لازم القماش يكون بي تيست على الاقل خالي من المواد الضاره واي مواد ثانيه ممكن تسوي تحسس للبشره. حاليا فريقنا يتكون من 26 موظف في بغداد ومختلف المحافظات العراقيه، وحسب توجهنا وطموحاتنا احنا محققين 40% من طموحنا داخل العراق. اكيد احنا طموحنا مو بس داخل العراق، ايضا خارج العراق، اللي احنا بادين به في بدايه بسيطه. نقطة تحول كانت كلش كبيرة من دخلت سكالاب أكاديمي الصراحة، لأنه صعوبة كانت كلش كبيرة أنه نطور نفسنا ونعلم نفسنا ونوجه نفسنا بالاتجاه الصحيح، لأنه ما لقينا صراحة طريقة ثانية نقدر نطور بيها نفسنا بصورة بروفيشنال. الظروف اللي مر بيها البلد خلاها أصعب تكون، أصعب اكتساب خبرة بالطريقة التقليدية. سكالاب بالنسبة لي شخصياً ضاف لي كل شيء هواية، وضاف للمشروع بصورة رهيبة. على الأقل قدرنا نتوجه، قدرنا نعرف شلون نفكر، قدرنا نعرف شلون نحلل السوق، شلون نشتغل بطريقة تسويق صحيح، أو طريقة المبيعات بشكل عام شلون نوجه نفسنا بيها. وشكراً لكم، شكراً لسكيل أب أكاديمي، شكراً لكل العاملين عليها، كانت فرصة جداً جداً حلوة. شكراً.